عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الشيخ العلاني المجيد. أعمل في شركة الفنار تقريبا الآن لي 3 سنوات وشهرين. كانت البداية عندما تم التواصل معي من قبل إدارة التوظيف في شركة الفنار عن طريق الجمعية السعودية للإعاقة السمعية. تم مقابلتي مقابلة شخصية في مقر الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، حيث كانت المقابلة ميسرة وسهلة وغير معقدة، ومترجم لغة الإشارة برضو كان معنا الأخ محمد العجمي والأخ فيصل الغامدي. تساهلت الأمور والله ملك الحمد، وتعامل معنا بشكل مستمر وبشكل لطيف، وأشكر الموظفين الله يسعدهم إن شاء الله. تم إعطاء العنوان للحضور إلى مقر الشركة، وتم التوقيع على عقد العمل والمباشر يسمى مساعد إداري، حيث تم تدريبي على استعمال الحاسب الآلي وبرضه على محقات الحاسب الآلي وإرسال الإيميلات. قم بعض الأحيان بإجراءات المقابلة الشخصية لمن هم ذويهم ذوي احتياجات الخاصة لا يتكلمون ولا يسمعون. نفعنا الله وإياكم بما تعلمنا وعلمنا وإجزانا، وشكرا لكم، وشكرا للجمعية السعودية للإعاقة السمعية، وشكرا لشركة الفنار، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.